كم كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبيغ تكونوا مزيانين. معكم سكينه من لاشين فلوغ ويت سكينه. الوغ هذا اول فيديو غادي نلوحو في لاشين ديال يوتيوب كيف ما وعدتكم. بالنسبه للمتتابعين ديالي جداد ولا اللي متابعيني في انستغرام بلاباج ديالي فاشن اي موروكو، مرحبا بكم في لاشين ديال يوتيوب. الوغ غادي تشوفوا معايا هذا الفلوغ اللي غادي يبدا من هنايا. اليوم غادي ندير حفله ديال التخرج ديالي. كيف ما كتعرفوا انا يلا خديت الباك وغادي ندير واحد الحفله. انا صراحه عارفه حفله اونتر فامي اللي غادي تكون اليوم ان شاء الله. فوالا هذا مكان. الا كنتوا اول مره كتسمعوا هذا الصوت ولا كتشوفوا هذا لاشين ودخلتوا ليها، ما تنساوش تضغطوا على الزر غادي نخليه لكم هنايا سبسكرايب والاحمر، وما تنساوش عاوتاني ديروا داك الجرس باش يوصلكم اي فيديو ديالي فاش نلوحوا. فوالا وهذا غادي يكون اول فيديو، اي حاجه بغيتوها غادي نديروها. فوالا هذا هو الصالون اللي غادي تدوز فيه هذه الحفله اونتر فامي. فوالا هادو هما لي ديتاي. وجاني اول كادو، ها هو ها هو ها هو. ايوا هذا مكان غادي نخليكم نمشي ونجد راسي ندير ميكاب نلبس حوايجي، غنوريكم شنو غادي نلبس. وهذا مكان وغادي نوريكم كاع الاجواء شنو غادي يكون في هذه الحفله. وفوالا ما تنساوش باش ما نطولش عليكم ما يجيش الفيديو طويل، ما تنساوش تضغطوا على لايك الى عجبتكم لا فيديو وتخليوا لي كومونتير. راح حيتاش من لي كومونتير كنتعلم باش نحيد الا كانت شي حاجه ما عجبكمش نحيدها، ولا ما عجبينكمش لا كاليتي ولا شي حاجه نقادها. فوالا بيزوات عليكم كنحماق عليكم. انا دابا كنماكي، الو غادي نستعمل هاد لاباليت ديال يو كان بي ميك اب. ديزولي الا سمعتو عندي صداع، مي فوالا فريمون دابا مع كيقادو لي طابلو كيقادو داكشي. فوالا فريمون هاد لاكولور هادي كتحمق وعاد. الو بالنسبه للناس اللي متبعيني في انستغرام غادي يشوفوا كانت وصلتني من عند يو كان بي ميك اب. ابار سا غادي نخدم بهادي، حتى هي كانت وصلتني من عند كاتريس في ليفينمون ديال زينابيل، كانوا حطوها لينا، كانوا مشاو با مال دو بلوغوز. فوالا غنخدم بهادي حتى هيايا. فوالا هذا ما كان. وبالنسبه للفونديشن غندير ديال بيس كوزميريك وغادي نميلونجيه مع هذا ديال لوريال. هذا ما كان. والماسكارا وداكشي راني بارطاجيتو لكم في انستغرام، اللي مازال ما متبعنيش في انستغرام نخليه لكم في لاباغ دانفو. دخلوا كليكيو على ليا وديك الساعه ديروا لي ابوني وديك الساعه شوفوا لي ستوري، تما كنحط فيهم كلشي. بيزوات عليكم ونتلاقاو ونوريكم شنو غادي نلبس. كان معاكي يلا نقول لكم شحال ساعه نشوف التليفون الاخر. ديزولي دابا جوج وثلاثة دقائق. صراحة كنت كنماكي وصاحبت ماما جابت ليا كادو من امود كاطو فيه فيليسيتاسيون سكينة. تانكيو تانكيو بزاف تانكيو. واو غزال غزال صراحة تانكيو. المهم حطو لكم في انستغرام صراحة دابا غنخرب هاد المفاجأة، ولكن هذا غادي يحطو لكم ضروري في انستغرام. اي فوالا تخيطوغ جا وقاد لا ميزون بلاس. فوالا هاد المملحات ناخذ فيهم وحده باسكو كنموت عليهم بنانين بزاف. انا تريتور سي با اون كولابوراسيون سي ريان، نورمالمون خلصتو فلوسي ودالي هادشي فلوسي. فوالا فريمون داكشي توب 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 توب. وصاب وحده اخرى في البيت لها. فوالا جات واعره بزاف هادي. هذا مكان بزوات عليكم ونخليكم مع من يدخلوا الناس وداكشي والاغاني وداكشي. دات المهم دابا عاوتاني صراحه كنقطع لا فيديو باش نصور لكم ايتاب بار ايتاب. دابا جا الكاطو قلت نوري لكم باسكو هو باش غادي يبداو مع لوتي. فوالا هذا ديال اللوز، هذا صابلي، وحتى هذا صابلي، وهذا ديال اللوز عاوتاني. وهنا كاين الديسير وداكشي. وغادي تكون المهم ما نحرقش لكم مفاجاه، تتكملوا لا فيديو وتشوفوا شنو غادي يكون في الماكله. وغتكون واحد المفاجاه الصراحه اللي الله عرفتها وماشي عارفاها كامله، قالوا لي غير غتكون واحد المفاجاه ولكن زعما حتى انا براسي ما عارفاهاش، ما عرفتش شنو هي هذه المفاجاه بحالي بحال. Yeah, you
تنساوش تشتركوا في القناة، ديروا ابوني.